منصات للتطوير العقاري بأعلى برج في العاصمة الإدارية على النهر الأخضر، برج تجاري إداري طبي شامل الخدمات، محلات تجارية، ماركات عالمية، مكاتب إدارية وشركات، مطاعم وخدمات تسويقية وترفيهية أخرى. يقع البرج على محور بن زايد بجوار المحطة المركزية للمونوريل، بالقرب من مسجد مصر الكبير، أكبر مسجد في الشرق الأوسط، وبجوار سوق الذهب، كما أنه يطل مباشرة على النهر الأخضر، ويتميز بموقعه الفريد والمحاط بالأماكن الحيوية الرئيسية من جميع الجهات، حيث القصر الرئاسي، حي الوزارات والبرلمان شمال شرق البرج، أما شرقا فالمطار الدولي، وإطلالة مباشرة على الحديقة المركزية ومنطقة الثقافة والفنون وساحة الشعب، بالإضافة إلى رؤية كاملة لحي السفارات جنوب البرج، كما أنه من ذلك الارتفاع يمكن الحصول على رؤية أوضح للملاهي المائية وأكبر مدينة ترفيهية في الشرق الأوسط، مما يجعله حرفياً انفراد في قلب الحدث، فواكب الحدث وبادر بالمشاركة.